أهلا وسهلا بحضرتك. ما المبادئ التي يجب ترسيخها لتعليم تحمل المسؤولية؟ أول مبدأ: اجعل العمل ممتع. ولهذا الأبناء يصدقوا في مرحلة ما قبل المدرسة كل ما يقوله الأب والأم، ولهذا الفرصة مواتية لتعليمهم أن العمل يمكن أن يكون متعة. ولهذا ترتيب الولد للألعاب، وضع مشتريات البقالة اللي خرج وجابها معاك، لعبة مفرحة، كل هذه الأمور هتخلي الولاد حين يبلغوا سن المراهقة يعملوا بجد ليكونوا مفيدين في المنزل. الأم اللي بتعزل بنتها عن المطبخ، والأم اللي بتعزل بنتها عن رعاية الأمور خوفا من كذا وعمل كذا، أنت بتصنعي نموذج سلبي وامرأة فاشلة وبنت فاشلة، فما تندميش لما بيتها يخرب، لأنك السبب في هذا الأمر. ولهذا من المهم جدا على الآباء والأمهات الحذر فيما يقولونه أمام أولادهم المراهقين. إذا سمع الابن أو الأم الولد أمه بتقول أود أن أقضي وقتا ممتعا معك، لولا أن علي أن أشتغل الآن، ها؟ يعني أنا نفسي أقعد معاك وقت كويس بس أنا عندي شغل. هتوصل الرسالة ليهم إن العمل أمر سلبي على طول وغير مرغوب فيه. وبدل ما تقول ده حضرتك، قول له والله ممكن نقضي وقت جميل أوي مع بعض، وأنا بكنس الأرض وأنت ممكن تشيل الفرشة دي وتمسح، أليس هذا ممتع وجميل؟ طبعا. علمهم إنه لا يوجد عمل منزلي أو عمل في الحديقة حقير وغير لائق. الناس يا جماعة بتتأدب وبتتعلم، والمجتمع الغربي تلاقي الواحد شايل حاجاته وبينظف حديقته وبيهتم بيها وبيقص الورود وبيهتم كده. بيعلموهم ده، مفيش حاجة اسمها مهنة لائقة ومحترمة ومهنة غير لائقة ومحترمة. المهنة اللائقة والمحترمة على الدوام هي التي يتم إتقانها وعملها بحب. ولولا كل المهن مش هتمشي الشارع تلاقيه زبالة. كل ما لقيت الشارع جميل، اعرف اللي نظف الشارع ده إنسان جميل ومهنة جميلة. كل ما وقفت في مكانك وحسيت إن كل حاجة فيه جميلة ونظيفة، اعرف إن اللي بذلوا الجهد دول ناس جميلة، وكل شيء جميل ورائع، والله عز وجل سخر الناس ووضعهم في كل مكان، كل واحد يؤدي دوره. وبالتالي لا حديث عن مهنة حلوة ومهنة وحشة والكلام ده، إنما حديث عن موهبة وقدرة لتحقيق هذا الأمر. أحبائي الكرام، من المهم إيصال رسالة للأبناء بأن الحصول على العمل هو امتياز وليس حق. يحسن أن يوضح الوالدين لأولادهم فوائد العمل البدني. فماذا لو لم يستطع الأولاد القيام بالأنشطة، أو كانوا عاطلين عن العمل، ها؟ أو كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في ظهره أو في رجليه إصابة تمنعه ممارسة النشاط؟ لا بد وأن يكون الجميع بتأملهم في أحوال من هم أقل حظ، مدركين لنعمة الصحة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم. هذه أمور مهمة جدا، وعلى الآباء والأمهات دائما أن يستثمروا فرصة لإظهار أهمية العمل البدني إضافة إلى الإحساس بالمسؤولية. أحبائي الكرام، العمل المنزلي الروتيني يا ريت نخليه وقت ممتع، نسمع البرامج الإذاعية الجميلة، مزاح جميل ونقول فيه الصدق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمزح ولكن كان مزاحه صدقا. المحادثات الشيقة لابتهاج ترغيب الأولاد بالعمل وتحمل المسؤولية، جدولة العمل واللعب، وكل الأسرة مع بعض يشتغلوا، هذه مهمة في غاية الأهمية. اجعل العمل ممتع، اعملوا معا، اعملوا معا. قد يجد الآباء والأمهات فائدة من استخدام كلمة نحن بدلا من أنا أو أنت في تدريب الأطفال. على سبيل المثال يمكن أن يقولوا لهم: نحن نضع الملابس الوسخة دائما في سلة الغسيل، بدلا من رميه على الأرض. الأولاد يجب أن يكونوا مشمولين بالنشاط، ويأخذوا بعين الاعتبار استعمال كلمة نحن التي تشجع السلوك الصح أكثر من الوعظ المباشر وإلقاء النصائح، وإحنا شطار قوي في النصائح المتكررة. كذلك أن يقول الوالد لوالده: هيا لننظف غرفتك معا، بدلا من أن يقول له: نظف غرفتك، نظفي يا بنت غرفتك، أو نظفي يا ولد غرفتك. الأطفال يتعلمون بشكل أفضل ويطوروا عاداتهم المسؤولة
عندما يعمل مع الوالدين، يشعر بحب الآباء، يقبل بهذا الحب أحبائي على العمل وعلى تحمل المسؤولية. هذا ما يجب أن يكون موجود. ولهذا رعاية الأبناء والاهتمام بهم والاهتمام بالمنزل هو يؤسس للاهتمام بالمجتمع. ولهذا يعني في البلاد النامية يتم رعاية الطفل والاهتمام به، يعني 8 سنين بيستخدموه مستخدمات، أحيانا الولد تلاقي شغال ميكانيكي، شغال كذا، شغال ده، أحيانا يسيء للأبناء في التعامل، ولا يشعر الطفل بطفولته ولا يشعر باللعب. ولكن في نفس الوقت تجد العيال بتتحمل المسؤولية، لأنه من البداية بيبدأوا يشغل ويشتغل، يشتغل في الحقل، يشتغل في الشارع، يشتغل هنا، يشتغل هنا، يعلموه. وفي بيئة التعليم والتعلم في المدرسة هناك نشاط وهناك المهارات الحياتية، فيجب أن تكون هي أحد النماذج التي يجب أن نرسخها في وجدان أبنائنا. الأطفال المصغيرين مش عيب إنه يشتغل في الحديقة، مش عيب إنه يزرع، مش عيب إنه يربي كائنات لطيفة أليفة، يربي قطة، يربي البتاع ده، مش عيب إنه يهتم بمعرفة المحاصيل الزراعية، إنما العيب إنه يبقى هكذا دون أن يتحمل المسؤولية. ومع نماذج لتحمل المسؤولية لا بد وأن تبنى المسؤولية بشكل تدريجي. ارتكاب الوالدين خطأ جسيم عند ترك أبنائهم يلعبوا بس، ابنك تسيبه يلعب بس من غير ما يشتغل، من غير ما يعمل حاجة، من غير ما يبلغ سن المسؤولية، يفاجأ الأولاد بعد ذلك بوجود كم هائل من العمل والمسؤوليات. يا أحبائي الكرام، التدريب على ممارسة تعلم الأبناء المسؤولية من البيت، في المسجد، في الرحلات الكشفية، في المدرسة، في كل مكان، هذا كله يؤدي إلى بناء المسؤولية بشكل تدريجي. تشجيع المكافآت الجماعية، الانسجام في روح الفريق والمسؤولية، العمل في فريق، كلها أمور تؤدي إلى تربية الأبناء على تحمل المسؤولية. هذا ما نريده، وهذا ما يجب أن يكون لنعلم الأبناء كيف يتحملوا المسؤولية في مجتمعاتنا، سواء مقيمين في الشرق أم مقيمين في الغرب، حتى نكون نموذجا حضاريا للآخر، يعرف أن لنا قيمة وقامة، وأننا ما خلقنا عبثا، وإنما خلقنا لإعمار هذا الكون. وإعماره يعني تحمل المسؤولية وأمانة هذا الكون، حتى يكون نموذجا جماليا في شكله وفي منهجه وفي عطاءه وفي فكره. هذا ما يجب أن يكون أحبائي الكرام، لكي نبني المسؤولية ونتعلم معنى المسؤولية. نلتقي على خير.